كل فرق كالطود العظيم. قال أي قوة أعظم من قوة الله سبحانه وتعالى؟ قلت له زيد يا أخي. قال لي انظر يا أخي أيضا قضية موسى عليه السلام والسحرة. السحرة قال يا أستاذ الآن كم نرى من آيات وعبر ودروس ما نتعظ. قال سحرة فرعون في أول النار سحرة، في آخر النار مؤمنين. قال جل وعلا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا اغفر لنا خطايانا. قلت زدني. قال ثم بعد ذلك يا أستاذ يعني وجدت مثلا قصة يوسف عليه السلام، قلت له كيف؟ قال سبحان الله سماه الله أحسن القصص لأن فيها عجائب وفيها دروس وعبر لأصحاب القلوب اللينة وأصحاب القلوب التي تحتمل بما أخبر الله جل وعلا في القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا نحن نقص عليك أحسن قصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك.